نشوفوا حتى اللاعب اللي خرج يحيى شريف راح لاعب يدخل غربي لاعب مسندان بوسط ميدان وسط ميدان هجومي. كنا تكلمنا عن التنشيط صحيح التنشيط اللاعب اللي ما راحش في المستوى عند مولودية الجزائر. طبعا التغيير بالنسبه لجيجار زغدان رقم ثلاثة يقال بانه واعد ولاعب كبير واعد ويملك من الامكانيات والطاقات الكبيره سنكتشفه واياكم ليس ربما اليوم ولكن في جولة قادمة. المهم أن الكلام الجميل قيل في زغدان في مكان غربي وكذلك يحيى شريف. هل بإمكانه أيضا البديل غربي أن يغيره؟ بوغاش راية مرفوعة وداي التسلل من فرصة كما هذه جمال. أنا نظن راية مرفوعة وداي التسلل قبل الراية لازم بوغاش يسجل فرصة كما هذه. ملعوبة هائلة مرفوعة كان عنده كل وقت وكان في وضعية تسلل وضاعت قراءته للكرة جمال كان قادر يولي للوراء قراءته للكرة باش يخرج من التسلل ويدي الكرة. هذا التصرف لحظة خروج الكرة نعم كان في وضعية تسلل تصرف لم يكن بالمستوى من بوغاش الذي ضيع كان في وضعية تسلل. تعود الكرة الصراع المولودية تريد أن تعود المشتاقون إلى الشباك ما ظهروا بعد لا يشير ولا بوغاش ولا حشود. هاي الكرة محاولة والتغطية الدفاعية والخطأ خطأ من جليد أو جليد طبعا وأيضا من المشتاقين إلى الشباك المشتاق الأكبر للشباك غائب اليوم من جانب الاتحاد. نعم لحظة خروج الكرة لحظة خروج الكرة ليست هناك وضعية تسلل لحظة خروج الكرة من فضلك نعم واضحة شكرا للفريق العامل معنا ليست هناك وضعية تسلل لحظة خروج الكرة حقيقة اللاعب بوغاش ما كان في تسلل. نعم قطعنا خرج متوخر قطعنا الشك باليقين بهذه الصورة شكرا للمخرج. الفريق العامل معنا الذي يحاول أن يبدع وأن يكون حاضرا في كل اللقطات المثيرة للجدل والنقاش شيء إيجابي ولكنه ضيع. الصراع يشير كرة إلى رمي التماس للمولودية ملعب الكرة تنفيذ الرمية لم يكن صحيحا غريب الأمر. فرحات للاتحاد هذه المره